الصين ترسل 39 طائرة وثلاث سفن حربية باتجاه تايوان خلال 24 ساعة الماضية. هل هذه التحركات الصينية تمثل استعراضا للقوة فقط مثلما تعتبرها أو تصفها تايوان؟ يعني أولا هي ليست الطلعة الجوية الأكبر حتى منذ أغسطس يوم حصلت زيارة نانسي بيلوسي، هذه ليست الطلعة الأكبر أولا. ثانيا الاعتراض التايواني هو لا يتعدى كونه اعتراض لاسلكيا، وعادة والجواب التي تعتمده الصين على هذا الاعتراض اللاسلكي هو القول أننا جيش التحرير الشعبي وأنها طلعة روتينية. ولكن ما تريده الصين إذا كان استعراض أم لا، الصين تستعرض كما تستعرض كل الدول، يعني هذا له تأثير على الواقع إلى حد ما. ولكن ما حصل بخصوص هذه الطلعة هي أنها جزء من مناورة مشتركة صينية روسية تم الإعلان عنها 12 ساعة بعد بدايتها، وبالتالي أن تقوم هذه التشكيلة من القطع بعبور الخط المتعارف عليه، خط الوسط المتعارف عليه، بالنسبة لتايوان كان أمرا مقلقا. ولكن بعد ساعات عندما تم الإعلان عن المناورات المشتركة أصبح الأمر عادي بالنسبة لتايوان وللدول الأخرى المحيطة، وبالتالي هذا يفسر أن تايوان نفسها لم تعطي الخبر تعليق أبعد من ذلك بعد تبيان الموقع بأنه مناورة مشتركة. وسيناريو هذه المناورات المشتركة يحاكي محاصرة الجزيرة واعتراض محاولة فك الحصار عن الجزيرة من الخارج.